تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة أمير الأخبار. مشهد اليوم ينفتح على مصر التي حظيت بزيارة كبيرة من قبل عدد كبير من عواقل وزعماء القبائل الليبية الذين أتوا في زيارة إلى مصر تمهيدا لطلب قدموه للرئيس عبد الفتاح السيسي، يطالبون فيه مصر بالتدخل سواء عسكريا أو سياسيا لحل الأزمة الليبية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي هؤلاء زعماء القبائل الذين يمثلون تقريبا 70% من القبائل العربية المتواجدة في ليبيا والتي لها امتداد جغرافي وإثني في الداخل المصري، تحديدا من ناحية الواحات وبعض القبائل المصرية مثل أولاد علي، هي لها أيضا امتداد في الداخل الليبي. تحت شعار مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد، استقبل هذا الوفد على المستوى الرئاسي المصري، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدخل مصر لإنهاء الأزمة العسكرية الليبية تحديدا، والتي استحكمت وتوقفت بين الطرفين عند محور سرت الجفرة، والتي أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه قال حينما قال إن هذا خط أحمر بالنسبة لمصر، قال إنه خط أيضا للسلام بين طرفي النزاع في ليبيا حتى لا يتركوا أي فرصة لتدخل أطراف خارجية كما هو الحادث الآن. رئيس عبد الفتاح السيسي قال إن مصر جاهزة، وهي أقوى دولة عربية وأقوى دولة في إفريقيا، جاهزة إذا تم تفويضها لدخول الساحة الليبية وللعمل على حل الأزمة الليبية، وجاهزة أيضا للخروج مرة أخرى تحت مطالب الشعب الليبي. حول هذه الزيارة وأهميتها خلال هذا التوقيت تحديدا، وتأثيرها وتداعياتها على الساحة الداخلية الليبية، ستتمحور هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي تشرفنا فيها للتحليل والمتابعة الأستاذة علياء العبيدي، أمينة لجنة العلاقات الليبية المصرية في مجلس القبائل. مرحبا بك. مرحبتين. اسمحي لنا واسمحوا لنا مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير حول هذا الموضوع، نعود بعده لبدء الحوار والمناقشة في هذا الموضوع، فكونوا معنا. لن تسمح بتحول ليبيا إلى بؤرة لتجمع الإرهابيين، هكذا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشددا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية يضمن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها بإرادة شعبها وبعيدا عن التدخلات الأجنبية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع وفد المشايخ والقبائل الليبية والذي كان تحت عنوان مصر وليبيا شعب واحد مصير واحد. وأضاف الرئيس السيسي أن دعوته بعدم تجاوز خط سرت الجفرة هي دعوة لمرحلة جديدة من نبذ العنف وبدء عملية السلام والتنمية وإطلاق مبادرة إعلان القاهرة بشأن الأزمة الليبية، كان هدفها فتح مسار سياسي بدأ من قبل في برلين وباليرمو وأبوظبي وباريس وقبلها الصخيرات، فهي محطات من أجل سلام واستقرار في ليبيا، فمبادرة إعلان القاهرة هي امتداد لهذه الجهود. الموضوع اللي احنا موجودين بصدده هو مستقبل ليبيا ومستقبل أبنائكم وأحفادكم. احنا موجودين هنا وبنتكلم في مش في مستقبل الحاضرين، خلاص احنا كبار كلنا تقريبا يعني سننا يعني، لكن الأجيال القادمة اللي هي حطت حياتها ومستقبلها في رقبتنا، فيا ترى هنحافظ على مستقبلهم ولا هنضيعهم؟ هنضيع ولادنا وولاد ولادنا ولا نحافظ عليهم؟
وقال رئيس السيسي إنه عندما تدخل ليبيا في فوضى لا يمكن إنهاؤها إلا بسواعد أبنائها المخلصين من شيوخ ووجهاء القبائل في ليبيا، مطالبا كل القبائل الليبية بالتوحد وإخلاص النوايا والجهود من أجل أمن وسلامة بلادهم. كما أكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين الشعبين المصري والليبي تمتد على مدار التاريخ ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بها، مشددا على أن دفاع مصر عن ليبيا والعكس صحيح هو التزام ناتج عن حالة التكاتف الوطني بين البلدين. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيفة هذه الحلقة الأستاذ علياء العبيدي أمينة لجنة العلاقات الليبية المصرية في مجلس القبائل. مرحبا بك، وكيف تابعت هذه الزيارة؟ من المفروض أن نسألك، يعني هل كان لك يد في التنسيق في هذا الإطار بصفتك أمينة لجنة العلاقات المصرية الليبية في شؤون القبائل؟ أولا اسمح لي أن أحيي حضرتك وحيي القائمين على البرنامج، وتحية مني أنا علياء العبيدي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقبال رؤساء وأعيان المجالس قبائل ليبيا. ثانيا بالنسبة لسؤال حضرتك التنسيق، أنا كان لي التنسيق الإعلامي مع القنوات، مع شيوخ القبائل والقنوات الفضائية، يعني كان برنامج جزئي أنا الإعلامي المتخصص بيه. وكان أمس كنت مشرفة على في الليل كان في تكريم للقبائل اللي حضرت من مجلس الأسرة أفرو أسيوي، كان في تكريم للقبائل في الليل في زعماء القبائل في الليل في الفندق، فهذا كان كل شغلي أنا يعني بالنسبة لي أنا، لكن الحضور كان متنسق مع الجيش والليبي والمنتخبات المصرية. طيب وجهة نظرك يعني أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا؟ هي أهميتها لحاجة واحدة بس، طبعا كان مشاع إعلاميا وهذا من إعلام الأخوان أن اللي هيحصل في ليبيا حاليا أو اللي هيبقى يحصل من مصر وليبيا احتلال مصر ليبيا، وأن هذا ما كان يسوق له في يسوق له وشغلين عليه حتى نفسيا، مصر إن جاتها تحتل ليبيا والكلام اللي يخلي الناس تشك في الموضوع، وأن مصر فرض جيتها. فأوضح السيد عبد الفتاح السيسي حتى في خطابه أن أنتوا طلبتوا مني أني أنا نخش ليبيا نخش نطلع، فهذه كانت يعني قطع الشك باليقين، يعني أنتوا يا ليبيين أنا جاي بناء عن طلبكم، طلبتوا أنا موجود، ما طلبتوش أنا في بلادي. في نفس الوقت أن مصر وليبيا يعتبر الجيش خلاص يعتبر توحد الجيش في المرحلة الحالية للدفاع عن الأمن المصري والليبي في نفس الوقت، لأنه هو واحد. يعني بالنسبة برضو اللي جيتهم الفترة هذه هي يعني صورة أو إظهار الصورة للعالم إن اللي موجود في ليبيا احتلال تركي ليبيا ورافضين الشعب الليبي، فجاي وجهاء وأعيان القبائل ورؤساء القبائل ومجموعة كبيرة جدا جدا، يعني يعتبر من صفوة أبناء ليبيا وقبائل ليبيا اللي جاء أمس في البرنامج في القاهرة. نعم نعم. طيب بوجهة نظرك ما الذي أوصل يعني ما الذي أوصل الأمور إلى أن القبائل فيما يبدو أنها هي الملاذ الأخير لحلحلة الأزمة في ليبيا؟ كانت هناك محاولة عسكرية للسيطرة على طرابلس خلال العام الماضي، وحتى يعني تقريبا شهرين مضيا ولكنها لم تنجح إلى حد ما، واصطف الجانبان كل منهما أمام الآخر فيما يبدو أنه تمهيد لمعركة ما أجلت ساعة صفرها حتى الآن. يعني لماذا لا نرى مثلا تنسيقا على مستوى هذه القبائل مع البرلمان الليبي في طبرق ومع قيادة الجيش الليبي أيضا في الشرق الليبي؟ هل هناك تنسيق؟ التنسيق موجود من الأول بالكل، يعني مع الموجودين في الجيش الليبي هم أبناء القبائل الليبية،
ولو القبائل الليبية مش دعم الجيش من الأول ما كانش في جيش. الجيش مكون من أبنائنا إحنا كقبائل. طيب على مساوي. ما الذي يعني ما الذي أحس به هذه القبائل أو زعماء هذه القبائل حتى يعني حتى تحركت لاستدعاء القاهرة للتدخل في الأزمة الليبية؟ هل هناك انسداد أفق فيما يبدو من الحل العسكري أو الحل السياسي؟ هو تحرك القبائل حاليا كيف ما قلت حضرتك ان هي توضيح صورة ان اللي ساير بأمر من القبائل الليبية اللي موجودة على أرض ليبيا وبموافقة القبائل الليبية اللي موجودة على أرض ليبيا. القبائل الليبية هي اللي طبعا السيد عبد الفتاح السيسي قال احنا هندربوا أبناء القبائل على أساس ينضموا للجيش الليبي. يعني الجيش الليبي طبعا في عندنا في جهلاء الشهادات نحن نقوله، يعني يبقى معاه شهاده دكتوراه وهو جاهل في حاجات معينه. يعني ممكن واحد يتكلم نحن نقوله مصر تبي تدرب الجيش فهو يقول لا ده هتدير جيش موازي. ما فيش حاجه اسمها جيش موازي، مصر هتدرب ابناء القبائل اللي ينضموا تحت لواء الجيش الليبي في نفس الوقت باشراف الجيش الليبي. يعني قوائم ابناء القبائل اللي هتتقدم للجيش الليبي، والجيش الليبي هيقدمها مع مجموعات لمصر، يا مصر تدربهم في ليبيا يا هيجوا يتدربوا في مصر. هذا تنسيق بين قيادات الجيش المصري والليبي. لكن مصر ما بتعملش جيش موازي، او احنا ما قلناش ان مصر بتعمل جيش موازي للجيش الليبي، ان هو مصر هتدير جيش موازي. هذه المقوله ايضا ترددت المرحله هذه، وانا يعني موافقتي نجي البرنامج عشان نوضح النقاط هذه، لان برنامج مسموح في ليبيا وله صدى يعني مقبول في لدى الجمهور. طيب يعني ما يثار هناك في ليبيا من بعض الأطراف هو تخويف الداخل الليبي من أي نوع من أنواع التدخل المصري. هم مسمينه يعني الاحتلال المصري مقابل احتلال تركي، وان احنا مفروض علينا. بالعكس هو جيه القبائل تول تظهر صوره واحده، احنا مش مفروض علينا جيه الجيش المصري، والجيش المصري ما جاش كافراد. الجيش المصري السيد عبد الفتاح السيسي قدم لنا الدعم اللي نحن مفروض العالم كله يعني يشكر مصر عليه. ثانيا ما جاش من نفسه او فرض روحه او فرض وجود مصر علينا، بالعكس احنا ابناء القبائل جم باش يقدموا طلب للسيد عبد الفتاح السيسي ان تفضل معنا وساند الجيش الليبي، لان نحن في الاخر بكل وحده عربيه في الاخر بكل نحن في دفاع مشترك في اتفاقيه دفاع مشترك. يعني حتى هم طلبوا تفعيل اتفاقيه الدفاع المشترك بين مصر وليبيا. ثاني حاجه واهم حاجه في الموضوع ان نحن نبو سحب الثقه من حكومه اللاثقه اللي موجوده في الغرب، وهذه مفروضه تطلع اول دوله. يعني انا بطالب بها حاليا، تهيالي كل الاجتماعات اللي صارت ملهاش اي قيمه امام ان مصر والدول العربيه يسحبوا الثقه من حكومه السراج ويرحلوا كل الموجودين اللي هم الدبلوماسيين اللي تبع حكومه السراج. لان خلاص مجلس النواب الليبي اعلن ان حكومه السراج غير شرعيه في ليبيا. المجلس النواب هو الشرعي الحالي. هي كل المشكله تحديدا تتمحور في ان هذه الحكومة ما زالت معتمدة دوليا. أيوة يعني حتى إذا طردت سفراؤها من كل العواصم العربية ومن جامعة الدول العربية فلها مندوبون ولها سفراء في كل دول العالم. يعني هي تقريبا المتحكمة بمقتضى اتفاق السخيرات. هذا هو الأمر الواقع. حتى لو طرد سفيرها من القاهرة فستظل هذه الحكومة موجودة يعني أو معترف بها دوليا لغرض ما في نفس يعقوب. لا نعرف لماذا. لا هو أولا أول خطوة لازم تطلع من جامعة الدول العربية ومن الدول العربية بعد بسحب الثقة من حكومة السراج. جامعة الدول العربية مشكلة كبيرة، لأن آلية اتخاذ القرارات فيها ما زالت بإجماع الآراء. فمن المؤكد أن هناك عدة دول ستعارض وبالتالي سيفشل هذا الطرح. والله هو طرح نحن يعني زعماء القبائل طرحوه، وأنا كناشطة هذه خطوة. أول حاجة لما نسحب الثقة كدول عربية ونطلب من الأمم المتحدة سحب الثقة، فهذه طلب لنا إحنا. يا جماعة حكومة السراج لا تمثل 25% من الشعب الليبي. طيب ما الذي يمكن أن يقوم به هؤلاء زعماء القبائل غير الحرب؟ هل يمكن من خلالهم إقناع العالم بأن الشعب الليبي يرفض
دعينا لا نقول ما تسمى بحكومة الوفاق، ما يحدث في ليبيا الآن؟ يعني كيف يصل صوت هؤلاء عبر القاهرة إلى العالم؟ هو من أمس بصراحة كان حتى صدى الإعلامي للقاء كان ممتاز جدا، العالم عالم يعني وضحت الصورة وكانت جلية جدا أن الشعب الليبي رافض الوجود التركي في ليبيا، أن الوجود التركي غير مرغوب فيه، أن اللي جاب الأتراك اللي موجودين في ليبيا هم مجموعة من العصمانية ومجموعة من الإخوان اللي موجودين في مصراتة ومتحكمين طبعا في حكومة السراج، ان مجموعه من الميليشيات مدعومه من الخارج وطبعا جلب المرتزقه الموجودين. هذه الصوره كانت واضحه، اعتقد ان الاعلام امس انا كنت متابعه رده الفعل وكنت انا منسق حتى للقاءات الشيوخ مع جميع القنوات، الصوره وضحت، الصوره وضحت ان الموجود في ليبيا احتلال تركي بمساعده جزء من ليبيا اللي هو مصراته، اما باقي ليبيا اللي هم يعني خليني نقول اقل شيء 70% من الموجودين في ليبيا، يعني لو جينا بالديمقراطيه. لماذا مصراته تحديدا تتخذ هذا الموقف؟ يعني بوجهه نظري مصراته اول حاجه اخوان، ثاني حاجه كل المدينه، ما هي هي خلاص كل المدينه لو فيها حتى مجموعه، انا يعني برضو مش في عندنا مجموعه من مصراته والله رافضين الوجود التركي، لكن للاسف ما يقدروش يعبروا لان هم ما عندهمش مطلق حريه. هم ايضا فيما يبدو انهم من عرقيات من اصول تركيه شركسيه موجوده طبعا، نحن عندنا معروفه يعني مصراتة. بوجهه نظرك هل ولاؤهم لتركيا اعلى من ولاؤهم لليبيا ام انهم يحافظون على مصالحهم؟ هو ولاؤهم للمال اكثر من اي حد. للمال طبعا المصراتة هي اكبر تجار في ليبيا موجودين في مصراتة، راس المال الليبي موجود في مصراتة من حتى من ايام القذافي، يعني حتى القذافي كان عاطيهم متسع ان هم يبقوا اكبر تجار في ليبيا هم مصراته، لان هم معروفين ان هم رؤوس مال ليبيا موجوده في مصراته وتحكم البضاعه اللي موجوده في ليبيا توا كلها من تركيا. نحن عملنا درنا حمله نقولوا مقاطعه المنتجات التركيه، لكن هي ماليه السوق الليبي. ليش؟ لان المتحكم في السوق الليبي مصراتي ومصراته شغلها كلها من تركيا. الاعتمادات اللي موجوده قبل ذلك كان الاستيراد مثلا من مصر والدول العربيه قبل تركيا ام انهم يتعاملون مع لكن الاعتمادات طبعا موجوده من اساسا في لا قبل في ان تحدث هذه الازمه كانوا يتاجرون مع العالم والدول العربيه، ولكن لا التجار الصغار ممكن ياخذوا من مصر ياخذوا من تونس اللي هو راس المال العادي يعني، لكن اكثر التجاره كانت من تركيا ومن خلال مصر. اذا هذا يفسر تقريبا يعني ماهية التدخل التركي للحفاظ على مصالح بالدرجة الأولى، فيما يبدو أنها تركيا أحست بأن هذه الكعكة وكعكة النفط أيضا ستضيع منها فأبرمت هذه الاتفاقية مع ما تسمى بحكومة الوفاق. أكيد أولا حكومة السراج حولت مليارات من المال الليبي لمصراتة، في بند نحن عندنا في المواطن الليبي بياخذ حوالي 500 دولار كل سنه لابنائه يعني، فكان يعطوا في البطاقه بالصحف، كان ممكن يجي يصرفوها من مصر يصرفوها من تونس يصرفوها من تركيا، هم حولوا كل الحسابات لتركيا، مصراتة حولت جميع الحسابات الموجوده لتركيا، تحولت يعني مليارات من فلوس الشعب الليبي الدولارات، في حتى لما السيليار نمبر تبع بيبيعوا 10,000 دولار ب 2,500 دولار بتعمل فيها كمعامله يعني موجوده. فتركيا حاليا اللي دايرته كلها حفاظا على السوق المفتوحه في ليبيا، نحن طبعا استهلاكنا قوي جدا جدا في المنتجات، في اي منتجات تجي في ليبيا طبعا نحن ما فيش انتاج فكله استهلاك، فده سوق تركيا موجوده. من اللي بيتعامل مع تركيا؟ اللي هم المصراتة، مصراتة بتوزع على جميع أنحاء ليبيا، فمعناها تركيا محافظة على السوق التجاري لها، على طبعا في نفس الوقت الاتفاقيات اللي صارت بين تركيا وبين ليبيا في المرحلة الأخيرة كان بناء على حكومة السراج، يعني حكومة السراج لو انشالت واتلغت اللي صار في تركيا، تركيا طبعا هتأثر فيها. وبعدين تركيا حاليا يعني عندها أزمة اقتصادية كبيرة جدا، أملها الوحيد إن هي تسيطر على ليبيا، سيطرت على ليبيا هتعوض الخسارة اللي هي حاليا أو الهجوم ضد الآن ليبيا الدغان. هي أيضا دولة خاسرة يعني أنابيب النفط كلها الآن مغلقة، ليس هناك أي نوع من أنواع الموارد التي تعتمد عليها ليبيا التي هي دولة معتمدة بشكل أساسي على تصدير النفط.
بوجهة نظرك ومن واقع اتصالاتك، كيف يعيش الليبيون الآن سواء في الشرق أو في الغرب؟ طبيعة الشعب الليبي نحن ما فيش حاجة كيف ما يقولوا تلوي الدرهم، يعني طبيعتنا نحن بدو، نحن أهل صحراء ونحن أهل كذا، نحن عندنا منطقة الجبل الأخضر يعني منطقة هادي لو تم استصلاحها وزراعتها، وأصلا أهل الجبل الأخضر يعني بيأكلوا من صنع يديهم كيف ما نقولوا. في نفس الوقت ليبيا كلها ثروات، يعني مش مجرد البترول فقط، التجارة شغالة، لكن إحنا فعلا المرحلة الحالية نقص السيولة، الشعب الليبي يعاني من نقص السيولة جدا جدا جدا. تخيل التجار نفس القصة، المتحكمين في تجارة ليبيا يسحبوا في المواد اللي في المال اللي هو السيولة ويحتفظوا بها، بحيث تصير مشكلة في ليبيا عشان نضغط على الليبيين أكثر من ما هم مسؤول. قطع الكهرباء، يعني حتى ضرب النهر الصناعي يضربوا فيه على أساس أن المياه تنقطع على طرابلس، يعني بيعذبوا في الناس في المنطقة الغربية. أما المنطقة الشرقية أعتقد أن الأمور حتى برغم الصعوبة، لكن الشعب الليبي يعني معرفش، نحن مش يعني مش مراهفين لدرجه ان احنا مثلا هنضعف عشان الوكل ولا الشرب ولا الحاجه كيف هذه. وكانت ثورتنا من قبل ماهيش مثلا نقولوا ثوره جياع، احنا لما طلعنا القذافي ما طلعناش عشان الجوع، احنا طلعنا عشان الحريه والكرامه، فما نجيش نحن تو نبوا نخضع لتركيا. طيب بمناسبه القذافي كيف كان يتعامل مع يعني مع القبائل؟ يعني هل ازدهر دورها في عصره أم أنه غيب دورها؟ والله بالنسبة للقذافي كان يقول نحن يعني كانت ينادي أن نحن يعني جماهيرية شعبية، يعني كلها سواسية، لكن في نفس الوقت كان شغال على أن يحاول يرفع قبيلة عن قبيلة، قبيلة كبيرة مثلا يعني مثلا قبيلة العبيدات رفضت أن تناسبه، فايش يدير يناسب قبيله تانية ويرفع من مستواها على قبيله على اساس تبقى مستوى لا انتم يعني نساء القذافي. فكان بيشتغل يتدخل في الايقاع بين القبائل، وكان في نفس الوقت يعني نحن مثلا معروف ان قبائل المنطقه هذه قبيله فلان والقبيله هذه، فكان ايش يدير يجي واخد منطقه شاسعه من وسط القبائل ومقسمها وحاطط قبيله فلان على الارض فلان وقبيله فلان على الارض فلان، فتحصل بينهم كل سنه كانت بتحصل مشاكل، بس طبعا ما كانش بيبقى فيها زخم اعلامي او كشف اعلامي للموضوع، لكن بعد الثوره تم اللي ليه ارض يدور عليها، فكانت فيها سبب شويه مشاكل يعني. طيب بوجهه نظرك تقريبا من عام 2011 وحتى الان، اين كان دور القبائل في الثوره الليبيه منذ بدايتها وحتى الان؟ لماذا لم نسمع عنها الا في اللحظات الحاليه؟ بالعكس، من 2011 لحد الآن المنطقة الشرقية عشان مسيطر عليها القبائل ما عندناش مشاكل. يعني القبائل مسيطرة، إن إحنا ما هي هذه المنطقة الغربية فيها عائلات، يعني عائلات كبار ويقول لك لحمة وكذا يعني بيوت وكذا، لكن إحنا بالنسبة لنا نحن قبائل، يعني مثلا في الشرق عندنا العواقير وعندنا العبيدات وعندنا القطعان وعندنا المنفة وعندنا الحبون، يعني مجموعة من القبائل، وعندنا البراعسة، فالمجموعة هذه مسيطرة في منطقة الشرق لدرجة أن منطقة الشرق ما فيهاش عندنا مشاكل كيف ما واضح في المنطقة الغربية. الغرب هل نوعية أخرى من القبائل أم أنها امتداد لهذه القبائل؟ لا، هي نوعية من القبائل لكن ينتموا للمدينة أكثر من القبيلة، يعني ممكن في مدينتين يعني نفس اللحمة لكن تبقى حرب مدينة على مدينة. يعني القبائل في الغرب مختلفة تماما، مختلفة في التعامل كيف نحن. طيب هل نفهم من ذلك أن أغلب يعني أغلب من جاءوا إلى القاهرة هم من قبائل الشرق الليبي تحديد. لا، وغرب الليبي جاء من طرهونة، طبعا نحن شيوخ طرهونة كانوا موجودين معنا، التبو كانوا معنا، أمس الطوارق كانوا معنا، يعني أنا أمس حتى في تكريم الشيوخ كرمنا كل الموجودين وكان فيهم جميع قبائل الليبي، يعني جميع المجابرة كانوا موجودين. طرهونة هي الشجاعة ممن جاءوا، لأنها طرهونة الآن تحت سيطرة وهذه نحيي رئيس قبيلة طرهونة اللي حضر معنا أمس. طب كيف سيعود؟ هل هناك خطر لا عليه؟ هم طبعا نازحين من منطقة الغرب للشرق عشان هيك يقدر يعبر عن توا اللي موجودين في طرهونة مع الجيش الليبي، في دخول الجيش الليبي طبعا معظمهم حاولوا يجوا، وفي ناس لما جوا استهدفوا السيارات بتاعتهم حرقوا الأثر في السيارات فتم مكانهم. يعني طيب ما الذي يمكن أن تقوم به هذه القبائل في الوضع الحالي؟
فيما يبدو أن يعني هناك حاجة للحمة الوطنية. ما الذي يمكن أن تقوم به القبائل في الوضع الحالي؟ هناك برلمان في الشرق، هناك الجيش الليبي الوطني وقائد الجيش الليبي الوطني في الشرق، ما الذي يمكن أن تقوم به تحديدا في المنطقة التي حددت كخط أحمر للطرف الآخر؟ هو النجاح في الموضوع كله أن تم التنسيق فيما بينهم واتفقوا على كلمة رجل واحد، يعني تم البرلمان برئيس البرلمان بالجيش بالقائد الأعلى للقوات المسلحة برؤساء القبائل، أن نحن المنطقة الشرقية واللي هيجي من الغرب، يعني حتى الناس اللي جونا من الغرب راهو تحت حماية المنطقة الشرقية. تمام. المنطقة الغربية في منطقة منها ما يقدروش يجوها، يعني مثلا الأمازيغ وكم مجموعة طرابلس ما يقدروش يخشوا عند الأمازيغ، لأن الأمازيغ عالم ليبيين لكن لهم سيطرة معينة لهم، حدش يقدر يتدخل بينهم يعني، أو هم ما يقدرش يجرأ في مصرات يخش عند الأمازيغ في مكانهم، يعني في جبلهم. ليبيا مشكلتها توا حاليا في مصرات وفي الميليشيات اللي مسيطرة على طرابلس، وطبعا أردوغان مركز على شيء واحد، إنه يبي يخش على سرت، ومن سرت يبي طبعا هلال النفطي. فهذه الحرب بيننا نحن طبعا يعتبر بين الليبيين وبين الجيش الليبي، بين أردوغان اللي هو يبي يسيطر على مخدرات ليبيا كلها. اللي سير توا ان نحن لما يكون كلمتنا كلمه واحده، نحن خلاص كلمه واحده حتى طيب اتفقنا على ان هل يمكن لقبائل الشرق، هل لها سطوه بحيث انها يمكن ان تتواصل مع قبائل الغرب لسحب البساط من تحت اقدام الطرف الاخر، ام ان كل طرف ايضا لديه فكره؟ لا بالعكس، ما هو توا التنسيق نحن قبائل الغرب والشرق، نحن كان معنا امس الهيئه العليا لمشايخ واعيان ليبيا ومجلس قبائل ليبيا، مجلس قبائل ليبيا اللي هو في الغرب. تمام. والهيئه العليا لاعيان ومشايخ ليبيا اللي هي في الشرق، اللي هنا ماسكه الاعلام الخارجي ليها، يعني نحن الاثنين توا موجودين. يعني من كانوا موجودون هم من الشرق والغرب، ومن الغرب هم كانوا نازحين من الغرب. أما هي سيدي الصورة مش موجودة أن قبائل ليبيا اللي في الغرب ولا في الشرق، هي المشكلة في المنطقة اللي موجود فيها الميليشيات وأردوغان خارج سيطرة الأردوغان ومصراتة، ما فيش أي مشاكل. طيب يعني نقطة هامة، من المؤكد أن حتى قيادات المنطقة الغربية هم من عمق قبلي، ما هي سطوة أعيان وعواقل هذه القبائل في أن يردوهم عن الطريق الذي اختاروه؟ يعني من المؤكد أن فائز السراج له عمق قبلي، من المؤكد أن المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة له يعني عمق قبلي أيضا، هل يستطيع يعني عواقل هذه القبائل أن يعني يجروا محادثات أو يجلسوا مع هؤلاء لإقناعهم بشيء ما أن ليبيا فوق ما يحدث الآن؟ العمق القبلي للسيد السراج هو العثماني، لأنه هو أصلا شركسي. حتى لو كان شركسي يعني تركيا تركت المنطقة من لا بس هو العمق بتاعه يعني ملوش عمق خلاص، هو اساسا جاي من شنو؟ جايين من بواقي احتلال العثماني الليبي، يعني مش ملهوش عمق في قبائل، يعني معلش زي جيب يعني السراج ليس ليبيا من اساسا، اساس الاساس هو من الشرق. لا يعني هو ليس، هو العائلات اللي هي اللي مستجده على ليبيا حتى لو قعدت 100 سنه لكن ملهاش جذور في ليبيا، ملهاش طيب من المساحه الكبيره. دعينا من السراج، من هم تحته يعني ومن هم لهم القرار؟ مشكله الغرب. هل يمكن لعواقل القبائل وقيادات القبائل التي ينتمون اليها ان يجروا حوارا معينا معهم بحيث يظل او تظل الازمه ليبيه؟ لا خلاص هي خرجت عن سيطره ان تكون ليبيه. ثانيا هم مجموعتهم يا حضرتك تحكي، نحن قلنا اللي تحت العائلات خلاص القبائل عائلات، لكن المجموعه الغربيه مجموعه عائلات بيوت نحن نقوله او لحمه بسيطه، المجموعه هذه مسيطرين على بعضهم، يعني متفقين اتفاق كامل مع بعضهم، ما يجيش واحد مثلا يعني كبيرهم يعني طبيعه الغرب هي طبيعه غير قبليه، يعني مختلفة عن طبيعة الشرق. أيوه عوائل، يعني مجموعة بسيطة، يعني عدد بسيط، يعني عائلة، يعني زي حضرتك مثلا نحن قبيلة فيها مجموعة قبائل
يعني تحتها مجموعة قبائل. نعم. لكن كلنا مثلا ننتمي لقبيلة واحدة، يعني مثلا قبيلة العواقير فوق يقول العقوري، لكن لما تخش العقور تلقاها أكتر من بيت، البيت بروحة قبيلة. تمام. لكن هم إيش، ما فيش بقى المجموعة دي، هم فيهم لحمة العائلة، يعني ممكن 10-15 يعني شخص، يعني كما القاهرة والإسكندرية. أيوة. هي عائلة لديها يعني اتصالات بسيطة. يعني فهم مسيطرين على مجموعات، وهم المشكلة أن هم ينتموا للمال أكثر، لمصلحتهم الشخصية أكثر. لو كانوا يبحثوا في مصلحة وطن أصلا أو مصلحة قبيلة ما كانش يسير في الغرب اللي سيره. ما كانش يصار في الغرب. أي أن هؤلاء الأعيان يعني أو هؤلاء القوم في الغرب الليبي. طيب كيف يعني ليبيا، الكثافة السكانية الأكثر في ليبيا هي في الغرب وتحديدا في طرابلس. يعني إذا كانت ليبيا 5 ملايين أو 6 ملايين، يقال إن تقريبا 4 ملايين في الغرب تحديدا متمركزين في طرابلس. هل هذا الكلام صحيح؟ حاليا ما اعتقدش العدد اللي يحكوا عليه، لان 3/4 اللي في الغرب هاجروا للشرق. نحن عندنا العدد اللي جانا من الغرب في السنوات الاخيره طبعا من تحت وطأة السير في ليبيا، فكان الامان والملجا ليهم في الشرق، ومش من تو، حتى مش من المرحله الاخيره، يعني من 2-3 سنين ومن 4 من اول الثوره كان كله بيجي للشرق. تورغه لما صار مصراتة وخشت على تورغه، مصراتة شردت منطقه كامله اسمها تورغه، كل من في تورغة زول المنطقة الشرقية كلهم، يعني شوف تخيل حوالي 500,000 شخص جم من المنطقة الشرقية. مصراتة من الأول، حتى من أول الثورة، أول ما خشت على منطقة كاملة نمحتها. يعني طيب أنا أحدثك لأن خطورة الوضع الآن هي الحرب ليست قرارا سهلا، قد نستطيع بدء حرب ولكن قرار إنهاء الحرب يعني لا يستطيع أحد التحكم فيه. يعني كل من تابع الموقف الليبي سواء في الغرب أو في الشرق أو في الإقليم هم يرون أن الحل لن يكون عسكريا، حتى لو بدأ حل عسكري فهو لن يكون في النهاية الحل. فعلا. يعني فعلا. في الداخل الليبي إذا كنتم لا تشعرون بخطورة الموقف، انظروا مثلا إلى سوريا، انظروا إلى اليمن، البعض يخشى أن تتحول ليبيا إلى سوريا جديدة أو تتصومل كالصومال، وهو أسوأ سيناريو ممكن، أن ويقال إنه الأقرب لأنها ستكون قريبة جدا إلى حرب أهلية. أنت تتحدثين عن أن هناك الآن شقاق بين الشرق والغرب، يعني البلد نفسه معرض للتقسيم، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو يريد، قال إننا نريد ليبيا موحدة. هل تشعرون بهذا الخطر كليبيين، فيما يبدو أن يعني العناد أكبر بكثير من المصالح، أو يعني تمسك بالرأي، كل واحد متمسك برأيه. نعم. يعني هناك فيما يبدو أن هناك أطرافا أيضا تدعم هذا العداء. أنت تتحدثين عن مصراتة وعن طرابلس، أن يعني من فيها هم رغم أنهم كانوا من مئات السنين هم موجودون ولم يكن هناك أي أنواع من الشقاق، هل تستشعرون خطورة هذا الوضع الذي لن يحل عسكريا؟ يعني قد تتدخل مصر وقد تنقلب الموازين هناك، ولكن لن تستطيع أن تدخلي في نفوس يعني اتجاهات معينة وتخلعي منها القناعات. كيف تنظرين إلى هذا الأمر؟ القناعات أولا، كيف ما قلت لحضرتك مصراتة من الأول، هل تعلم مثلا نحن ننلقب باسم مثلا قبيلتي أو باسم باتي أو عيلتي؟ في مصراتة من مستحيل تلقى واحد يقول لك يعني نهايته المصراتي. المصراتي هك خلاص، هذا يعني مصراتة من قديم الأزل. فلان يقول لك أنا فلان المصراتي، يعني انتمائه للمدينة هذه معروف. ان هو انتماء للمدينه، فانتماء للمدينه مش انتماء لدوله. ما انا ممكن فلان الليبي وفلان الليبي، يعني معناها ليبيا كلها، لكن في مصراتة دون عن مناطق ليبيا كلها كان ممكن اي واحد يقول لك انت، ما يقول انا فلان المصراتي خلاص، يعني دوله لوحدها. حتى ايام القذافي كانت دوله لوحدها. التعنت في الموضوع يا جماعه، ليبيا مصراتة متمسكه عشان راس المال اللي فيها ومتقويه بالتدخل التركي. لو تركيا شالت يدها من ليبيا او وسحب المرتزقه السوريين. طب في البدايه هل يمكن ان يجرى حوار؟ هي كل حاولنا المشكله، نحن على كل مشكله الاطراف سواء في اليمن او في سوريا او في كل تمسك الدول بأرق.
التشكك من الطرف الآخر والذي يصل في بعض الأحيان إلى الكره. لو ترين ما يفعله الحوثيون الآن في اليمن وكأنها ليست بلادهم. لو نشاهد مدى العداء الذي حدث مع دول الإقليم وكأن اليمن لم تكن يعني إحدى البطون العربية الرئيسية التي كونت منها بقية البطون العربية. يعني ألا ترين أن هذا مخطط أكبر بكثير من الإقليم ومن الدول؟ يعني هل نستشعر ذلك؟ أنا بالعكس، أنا أكثر وحدة، لأن أنا في خارج ليبيا دائما كإعلامية أستشعر حتى القصة. هل تعلم أن نحن، أنا ليش متمسكة نقول أن ليبيا واحدة؟ تمام؟ ليبيا لو تقسمت كيف ما يعني تو يقولوا شرق وغرب، وطبعا في ناس كثيره تنادي بالفيدراليه على اساس ان نحن نحافظ ما تبقى من ليبيا، فنحتفظوا نحن كمثلا الفيدراليه كما دعا اليها رئيس البرلمان عقيله صائل، اللي هي ثلاث اقاليم. لكن هل تعلم اذا ليبيا تحولت لثلاث اقاليم هتبتدي تصغر من جديد؟ ثلاث دول. يا ريت نحن في المنطقه الشرقيه في مجموعه قبائل كبيره، نصهم نحن نقوله سعادي ومرابطين. لو دخلنا نحن وقسمنا وكيف ما الناس بتنادي ان نحن ليبيا تبقى شرق وغرب وجنوب، يعني ثلاث اقاليم، المنطقه الشرقيه هيبتدي يشتغلوا عليها، وحاليا بدين يشتغلوا عليها، حاليا بدين من توا ان في تكتلات، هنديروا الاشراف، هنديروا المرابطين، هنديروا ضد السعادي، يعني ستقسم داخليا، هتقسم داخليا وهيحصل فيها حرب. هذه أنا هذا ما يجب تقسيم ليبيا، لأني أعلم جيدا أن يوم ما هنبتدي نقسم ليبيا كثلاث أقاليم هيبتدي التقسيم الداخلي في كل إقليم. لأن لو جينا في الغرب، أول حاجة في الغرب هيبتدي الأمازيغ يبتدوا يطلبوا حتى هم أن هم ينفصلوا. يبقى أنا فتحت باب أن ليبيا تقسمت، مش هتبقى إقليم واحد، تبقى 10 أقاليم. يعني هذه هي الخطوره، يعني حتى القبائل نفسها واعيان القبائل سيكونون في خطر. مع حضرتك حاجه، احنا المنطقه الشرقيه فيها مجموعه من القبائل ومتعايشين من الاف السنين. تمام؟ ومتواجدين. هل تعلم انه مجرد الفتره الحاليه انا كاستشعار لي، انا قاعده متابع في جميع الاتجاهات، مبحث، تلاقيت واجدين تو شغالين حاليا شغالين في ليبيا الفتنه في المنطقه الشرقيه، يديروا لي بين السعادي والمرابطين. السعادي اللي هم العبيدات والتواجيه والعواجير والكلام ده كله، لا ده هيتحكموا في الوطن، وهيجي يجي الاشراف، لا نحن اللي كنا مؤسسين الجيش الليبي زمان، وهتبتدي والمجموعة المرابطين يبتدوا يلموا مع بعض عشان يبقوا قوة يعني في وجه السعادة. فهذه انقسام ثالث. إذن فيما يبدو أن يعني إيه، يعني دعينا نتحدث بمنطق، حتى إذا تدخلت مصر وغيرت الأوضاع عسكريا ستظل المبادرة في أيدي الليبيين. لابد أن يأخذوا مبادرة. كل ما يحدث الآن، لأنه هذه الدول تقريبا لم تعتد أن يكون لديها إلا ديكتاتور مثل القذافي يجلس على كرسي الحكم 40 عاما ويغيب كل الأطراف، فبالتالي حين يغيب هذا الفرد فيما يبدو أن الضياع هو سيد الموقف، لأن هذه الدولة لم تعتد إطلاقا أن تعيش بديمقراطية. لم تعتد مثلا السيدة علياء أن تجلس مع سيدة أخرى مخالفة لها في الاتجاه الفكري والاتجاه السياسي ويتحدثا، وفي النهاية يسلمان على بعض. فيما يبدو أن هذا موضوع جديد يحتاج إلى نوع من أنواع الحوار المجتمعي والحوار السياسي. ألا ترين ذلك؟ فعلا احنا يعني انا امس متواصله مع ناس هنا في مصر ان احنا ان شاء الله نحاول المرحله الجديده تكون في مجموعه لقاءات ومؤتمرات، وهذا المفروض اللي نشتغل عليه حاليا، اللي هو لم شتات الشعب الليبي، ان نجلس على طاولات حوار، نطلع من كل مجموعه بايش اللي مطلوب في ليبيا بكره، ايش اللي مطلوب. وبعدين نقول لحضرتك حاجه، هي بالنسبه لليبيا لو تم نظام الحكم، قدرنا موضوع المحافظات مش الفيدرالية، المحافظات. ان كل منطقة كيف المحافظة، يعني كيف محافظات مصر هنا
مجلس محلي ويبقى لها ميزانية المحافظة كاملة ويبقى كي، لكن تحت راية ليبيا موحدة في نفس الوقت. نقول لحضرتك حاجة، والله معظم الموجودين الوطنيين في ليبيا يبوا ليبيا موحدة، لكن الشغل اللي علينا قوي جدا على ليبيا. ليبيا شغالين عليها أجهزة قوية، أجهزة إسرائيل، أجهزة أمريكا، أجهزة ألمانيا، أوروبا، جميع الدول شغالين على ليبيا. ليبيا لو تفتتت هتتفتح ليهم طريق طبعا لإفريقيا. ليبيا لو تفتتت ستكون مصيبة ليس على ليبيا، ستكون على مصيبة على مصر وعلى تونس وعلى الجزائر وعلى السودان. هل تعلم يعني هذه لن تمر، يعني لن يمر تقسيم أي دولة رئيسية ليبيا في الوسط، الدول العربية ليبيا في وسط في سرة البحر المتوسط، وهتفتح الطريق. هم بالنسبة لهم هتفتح الطريق لفرنسا اللي تبي افريقيا، تمام بالطبع. طبعا تركيا، ايطاليا، فرنسا، تركيا تبي الضغط على مصر بالطبع. من جهه الغرب، لان هي هم طبعا مع تركيا اللي تعمل نفسها ان هي رائده في الاسلام، متفقه مع اسرائيل، ووضحت الفتره اللي فاتت اتصالاتهم مع اسرائيل، والضغط على مصر من ناحيه الغرب، فيبقى من الشرق ومن الغرب. يعني هي حتى التوجه ان تضغط على مصر، لان مصر لو تمت تحت ولايه عثمانيه او الاخوان زي ما كانوا هم الحلم بتاعهم، خلاص هذا حلم الحلم. لن يحدث ذلك فقط اذا يعني اذا استخدم هؤلاء رؤساء القبائل ثقلهم وقوتهم في الداخل الليبي بإجراء حوار مجتمعي يهدف تحديدا إلى أن تكون ليبيا هي فوق الجميع. حاليا المطلوب في المرحلة الحالية هو فعلا التركيز على الحوارات المجتمعية في كل منطقة من مناطق ليبيا، التدخل عند الدولي في الموضوع هذا الحاجة. هو أمس يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال حاجة واحدة، قال أنا أقدر أغير الوضع العسكري. وفعلا هذا فعلا تغيير الوضع العسكري ممكن، يعني ممكن نقضوا على تركيا وتطلع، لكن الدور الآخر أن لازم يكون اتفاق ليبي ليبي. لابد في وعلى النهاية فكرة أن إحنا كنا شغالين، لأن مصر لن يعني لن أنا اشتغلنا مع مجموعة على حوار ليبي ليبي، وكنا عاملين يعني مؤتمر ليبي ليبي، وفعلا كان بدأ كبير وفي مواطنين، لكن للأسف غسان سلامة دار نفس المؤتمر موازي لنا ففشل مؤتمرنا. نتمنى وأتمنى أن يكون في، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بالفعل تستطيع تغيير المعادلة في الداخل العسكرية في ليبيا، ولكن الجميع يرون أن الحل لابد في النهاية أن يكون ليبي ليبي، ليس لمصلحة ليبيا فقط ولكن لمصلحة الإقليم، إقليم البحر المتوسط والدول العربية جميعا. لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة غير شكر الأستاذة علياء العبيدي أمينة لجنة العلاقات الليبية المصرية في مجلس القبائل. شكرا جزيلا لك. شكرا. وشكرا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.